هذا الواقع الدولي الجديد قد بين لنا بما لا يدعي مجالا للشك أن القوة العسكرية ستبقى الخيار الرئيسي للدول للدفاع عن أرضها وحقها في العيش بأمن وسيادة، وأن الأنماط العملية العسكرية الكلاسيكية لا تزال خيارة قائمة رغم ظهور أنواع جديدة من الحروب على غرار الحروب الهجينة والتوجه نحو إدراج أدوات أخرى في الثورة الجديدة في الشؤون العسكرية على غرار الذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت هذه البيئة الاستراتيجية الجديدة إخفاق الهيئات الأممية والدولية في تحقيق السلم العالمي ومنع نشوب الحروب، وذلك لأسباب مختلفة أهمها الازدواجية في التعامل مع القضايا المطروحة والتغليب منطق القوة والمصالح الوطنية على حساب مبادئ السلم العالمي والتعايش السلمي بين الأمم. وفي هذا الإطار يجب الإشادة بالمساهمة الدبلوماسية الجزائرية بسياساتها الخارجية الحكيمة وحنكتها في حل النزاعات بالطرق السلمية ودورها الثابت وقناعتها الراسخة في الدفاع عن حق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها ومثابراتها في الدعوة لإقامة نظام دولي أكثر عدلا وإنسانية بما يتوافق مع النصوص الدولية ذات الصلة. إن المدرسة العليا الحربية خلال مساراتها التكوينية في سنتها 17 هذه المدة المنقضية تجعلنا نقف وقفة التأمل عند النتائج والمكاسب المحققة للسماح لمجلسكم المؤقر في دورته هذه ودوراته في المستقبل لتحدث الرؤية لهذه المؤسسة التعليمية العالية في الجيش الوطني الشعبي وبما يحدد رسم مسارات تطورها مستقبلاً.